يا الله، السلام عليكم. تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة كان المفترض تنزل من وقت، يعني مو بهذا التوقيت، لأن صار فترة هي محجوزة يعني بالموبايل. هاي تحديث الأفراخ الطيور الحب اللي قبل فترة نزلنا فيديو عليهن والتعامل وياهن وشون يميز الذكر والأنثى والتفاصيل. هذا الفيديو التابع للحلقة السابقة. ما شاء الله هسه ذني كبرين ويعني ما لحقنا نجيب الحلقات اللي بالاسم هذا، فلبسناهن هاي الحلقات اللي شفتوها، يعني من اعواد القصب، الاعواد اللي العصاير، وهذا يسموها القصب، هيج قصبة مال عصير، وهي موجودة بالوان، يعني الوان هواي، مجرد بس نقطعها ونلبسها من بعمر الصغير. طبعا هي للتمييز، يعني حتى نميز هذني افراخ الموسم الكذا، يعني مثلا ما شاء الله هسه كبرا، يعني والذكر والانثى اثنينهم ابويهم يزقولهم ويوكلوهم، والامر جدا طبيعي. بالرغم الدنيا صيف، يعني مو شتاء وهذا موسم تكاثر وهذا، لا هسه صيف والانتاج موجود الحمد لله والشكر. هذا بسبب التهوية المناسبة والتغذية الجيدة. ثانيا الطيران، هاي الطيور راح يعني انتاجها يقوى اذا مناعتها زادت، يعني مناعتها تكون قوية ويعني طيرانها جيد وراحتها النفسية عالية، يعني محاكاة لطبيعتهن، يعني شلون هن بطبيعتهن هنا، يشوف اشجار، يشوف مناطق واسعة، شمس، رطوبة زينة، ما شاء الله. هسه هذا الذكر اللي هو قلنا نقدر نحدده من خلال اللي البروز اللي فوق المنقار يكون أزرق، أما النثي يكون أبيض. أنا كنت أتصور يطلع واحد من الأفراخ أو اثنين، يعني مثل شايل جينات أبوه اللي هي بفتلة بسيطة بالظهر وبمثل العقال براسه هيك، يعني لكن للأسف طلع كلهن على أمهن، يعني والحمد لله والشكر. احتمال من يكبر يعني يبرد جسمه وهذا يكون يعني تبان هاي الملامح عليه. هسه ما شاء الله يعني يوكلهم هاي الطيور مو ناقلة للأكل، لا بالعكس، هاي الطيور اللي هي تستفرغ من الحوصلة وكذا، يعني اكو طيور ناقلة مثل البلبل او الكناري مثلا، مجرد بس ياخذ الأكل ينقل الأكل، لا هذا لا. هنا المشاكل اللي يشوفوها هسه، هذا عش مال حمام ملكي وتبدي هاي الطيور، يعني المعاكي في المناقير قلنا لازم تنعزل، شوف هسه شلون يخبث، وهذا بالرغم حمام الملكي يدافع عن عشه وهذا، لكن شوفوا الأذية. ان شاء الله بس تكبر الافراخ وهذا نقدر نعزلها بمكان ثاني. شوفوا هسه عشه هنا الملكي وهذا يجي من فترة وفترة يخبث عليه، يعني هاي طبيعتهم، يعني واحد ما يقدر يتحكم بيها، نتحكم بيها بالعزل، يعني نعزلهم بالاضافة لنفتحهم بين فترة الى ثانية. هذا كل ما بالفيديو، تحياتي للجميع.